باسم اعضاء المعهد المتوسط الديمقراطي والتنميه والتكوين كنشكركم على الحضور سواء الملتقى او المساهمه الفنيه ديال الملتقى الشباب الجهوي للمواطنه والتطوع، وكنشكر اي واحد دعمنا سواء قريب او بعيد لإجاحة هذا الملتقى، وان شاء الله باقي هذه كبدايه، ان شاء الله باقي نعاودوها سواء جهوي ان شاء الله كنطمحوا يكون وطني. وشكرا بزاف 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 على الحضور والدعم ديالكم. شكرا للاخ نبيل. اولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اولا مرحبا بكم، مرحبا بالمشاركين، مرحبا بالضيوف الكرام، مرحبا بالاخوه والاخوات، كل من ساهم في انجاح هذه هذا الملتقى الذي ينظمه المعهد المتوسطي الجهوي، المعهد المتوسط الديمقراطي للتنمية والتكوين. فمرة أخرى أرحب بالضيوف الكرام والفنانين المشاركين في هذه الأمسية، أمسية ملتقى الشباب للمواطنة والتطور. لا أمكن عليكم لأن بكل صراحة الوقت سحبنا وكان بعد الردوشات شويش خارجة على الإرادة ديالنا. غادي نبداو إن شاء الله الافتتاح في هذه الأمسية مع طفلة كتكوتة الأمسية الجوهرة الصغيرة، للأسف ما كنعرفش الاسم ديالها، عندها واحد الشعر نعطي للأخت نضال تصدمها. وجعل علفنا الذي
وحنين. حينها أدركت أنه تذكر الملوك العتاق محمد الخامس والحسن الثاني، فقرأ لروحهما ما تيسر من القرآن ودعا بالنصر للملك الهمام محمد السادس نصره الله.